سلام، أنا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. صلوا على النبي ويلا نبدأ فيديو اليوم. هو معايا رانيا. هاي جايز، كيفكم؟ واليوم راح نشتغل خدامات في بيت هذه المدام. طبعا احنا خلصنا الفيديو بس ايش؟ ايوه رايحين. شفتوا كيف ان احنا خدامات؟ كيف؟ وتابعوا الفيديو. هي خدامة. ايوه، وتابعوا الفيديو عشان تشوفوا كيف هذه تعلقت فينا سبب طبخنا وتنظيفنا الجميل. خلونا نبدا الفيديو. يلا مع بعض نبدا الفيديو. ايش بدي ابي بنات وخدامه مسكينه زي كذا ما لقت في واحدة هنا في البيت. اللولي ها جات تبغى خدامه. وينها؟ هنا ولدت. انا في بيت واحدة قاعد اتكلم معاها. روح عند الرقم 18. انا خالية. طيب ليش حرام؟ حرام. شو قلت؟ انا خادمة. شوف دي لبست ملابس خدامة. قال عرفت احنا اول، قلنا احنا اول جينا الشغل، احنا اول. خليني البس ملابس خدامة. كيف تجيبي؟ ما تعرفي انت؟ لا، هنا في؟ تستهبلي؟ ايوه صح نسيت. خليني بالحجاب نفسي بس حط خدامك. نسيت والله، حسيت لازم نطلع والله. نسيت. انا اسمي ميري، اشتغل خدوج واكرم. ايش خدوج؟ خدوج انا. طيب انا خدوج. انا اسمي رزان. خاف انا غير اسمي. انا اسمي رزان. انا الغد. هاي الغد، انت تتابع هذا الفيديو وصلت لين هنا فانت ايش من متابعيني؟ ما اتوقع ان حد يشوف من هنا. انا قدام رغد. انا رزان. يلا امشي ندخل. طب ما دخلتنا، ما قالت لنا شيء. ايش بها ساكته مصدومه؟ هي من اشكالنا ولا تبغى ديما؟ ما ادري. روحي انت، انت ميك اب ارتست، روحي من هنا. خوفتها راحت. راحت؟ دخلين البيت. يلا يلا ارفعينا. ما ادري ادخلوا. يلا ندخل. مقفول. طيب تذبحنا؟ ما ادري اربيلي. لا ما تذبحنا. ايوه خلينا نقول غرفتنا. خلينا نروح نبدا نجيب المكنسه. انا احب امسح. يلا يا خدامه مسحي. انت اسمك خدامه كمان. ابى احط خدامه رانيا انا، بس رزان احسن. يلا نمشي نطلع فوق. اوه البيت كبير. الصاله. انا ابي شغاله وطباخه. يلا انت طباخه وجهك وش طبخ. انت طباخه رانيا. طيب انا طباخه. طب وين المطبخ؟ عشان انا ما مربطه شعري، فخايفه انه الاكل يتساقط في شعري. طبعا. يتساقط في الاكل. طباخه رانيا. يلا بتحكم. طيب واحدة منكم تكون طباخة كمان. تتشرط تتشرط الأخت رغدة الطباخة. شوفي شوفي البسة تقول مياو مياو. ما تبغى مياو؟ هذه مو مياو، هذه مو مياو والله من جد. لا تدخلي. هذه نصاب. لقد كيف دخلتها؟ نصب واحتيال. شوفي يا صفر خمسة صفر. ايش يعني؟ رقم صفر خمسة صفر. لين اذبح الوغطو. وربي تذبحني عادي. ما يهمني، اهم شيء انه يذبحني. وين هو راح؟ قال كذابة. انا
نعم. ايوه كنت متحكم، يلا راح اطبخ انا. تعالي نظف المطبخ بسرعة لما انا انت اروح. ليش حاطه ايموجي انه خلاص توفى؟ طباخة، انا الطباخة. ذبحته؟ ما اعطتني التحكم. ما تبغى تعطيك التحكم خلاص. يلا بسرعة اطبخي لنا، جوعانة. حاضر حاضر حاضر. ايش تبي تاكل؟ اذا جد قولي لي، اذا جد قولي لي عشان اسوي نفسي انظف. طيب يلا نعتبر البيت بيتنا. لا انت تطبخي، يلا هذا حرام، هي اعتمدت عليك وقالت انا تعبت. ودي يلا كلي كلي ساندويتش. اروح اكلمها اقول هذه قاعد تاكل من لا اكلك. انا قاعد اسوي فطور. تعال يلا بسرعة سوي. كيف سويت لها الطاولة؟ حط كمان هذا. قومي انتي. ليش ناكل؟ ليش خليك تاكلي؟ جوعانة، هذا صاحبة البيت قاسية وما تأكلني، حرام عليها. مين ما جت؟ جت قومي قول لها الأكل جاهز. هو قاعد أكل، أنا شافتني. شوف قاعد تقولي لها أنا حطلع أشوف كتبت مثل ما قريت. إيش كتبت؟ قاعد تقول أنا حطلع أشوف إيش. شكلك أنت تلاقونه من الكاميرات. واخر اللي قبل كنس تسلم ايدك يا رغد، تسلح تسلح. وانا ليش ما مدحتني؟ انت نظفت دماغك عشان تمدحك. وانا ليش ما مدحتيني؟ شوف شو قلت لها. قالت بالعافية يا مدام. انا اللي قلت لها. ايوه استنى تاكل تخلص. خليني اروح اتبكبك عندها اقول ما مدحتيني انا. انا اقول ليش البيت نظيف؟ والله ما نظيف ولا شيء. والله نظفت وتعبت. انت ليش تترقصي؟ عشان اجيبها لك. قلت لها ما دام هذه ترقص عيب. دقيقة عشان ممنوع الرقص. والله اني حطلع. خلاص نطلع ولا ايش؟ تمليت من هذا. تعال تعال نطلع، تعال نسرقها ونخرج. لا حرام، في رمضان، في رمضان. هي قبل شوي بطلت كمان. اخ انا فاتحة. شوف مكتوب هناك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه شفتها. أنا دائما أصوم. ما شاء الله عليك، أنت إنسانة ما شاء الله. كفو. مين في حد رن الجرس؟ مدري. هنروح نشوف القطوة. القطوة ما انطردت. تقول إيش؟ هاي افتحي، ليه طرد؟ قطوة نصابة. دقيقة بكتب. مسخر عليه. اوب معلش، ايش قالت بالغلط؟ كنت بعطيك تحكم يا بقعة. شوف هو زب ليش كذا قصر نفسه. والله عرفتي. ايوه انا استغليتها كلها. انت نصاب. يا ابوي شغلتني ايش؟ ذبحتك صح؟ لا هذا طيحني. ما ذبحتني. شوفي ابي اطفال كيت، يعني احنا خلصنا الخدمات وطبخت. مسكينة هذه تمثل من جدة، حرام خربنا عليها.
اوكي يا جماعه، كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسى يا رجاء قولوا متابعينك خلوهم يوصلوا لي 100,000 مشترك قبل العيد ان شاء الله. يلا يا جماعه وصلوها 100,000، يلا يلا 1 2 3. وبس لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولا تنسوا تستخدموا كود نون خصم حق نون اللي عندكم في الشاشه. وبس والله ايش والله. وبس احبكم، باي.